السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال وصحة وسعادة وراحة بال يا رب، اللهم امين. الفيديو بتاعي النهاردة فيديو مختلف خالص، هو رد على حاجات معينة. في اختي بتقولي ان الطيور كشة، ما احنا قلنا يا جماعة ان طيور الكشة دي معناها ان الطيور لإما عندها احتباس حراري. بس اول قبل بقى ما اكمل، اللي ما شاركش في قناتي يشترك وعايزين لايكات كتير عشان قناتنا تكبر باذن الله سبحانه وتعالى، والفيديو نفسه يوصل لعدد كبير باذن الله من غير مقاطعة للناس كلها، فباذن واحد احد الكل يستفيد. طيب احنا دلوقتي قلنا ان طيور الكشة دي يا جماعة هتكش ازاي الا لو هي عندها مرض معين. طب ايه اللي ممكن يخليها تتعب؟ لو عندها تريح في الكبد بتاعها، هتلاقي الطير كاشش وكانن كده وقاعد على جنب وتعبان ومش قادر ياكل، فدي برضو من الحاجات اللي تخلي الطير كاشش. طب ايه تاني يا بنتي يا بطة يخليه كاشش؟ اقول لكم تاني، لو الطير اساسا عنده برد في زوره او وجع في معدته، طب ما دي حاجة هتخليه برضو كاشش وهتخلي نفسه ما تتفتحش للأكل. مش هو ده برضو الحاجات اللي بتخلي ده الإنسان نفسه يا جماعة لما بيكون عنده وجع في معدته بيكش كده ويقعد وبقعد بطنه وجعه وماسك بطنه وما بيقومش وما بيأكلش. طيب ما هو الطير يا جماعة، احنا بنعامل الطير زي ما بنعامل نفسنا بالظبط، لأن الطيور دي ايه؟ دي روح، فالروح دي برضو بتتعب وبيحصل لها نفس الأعراض اللي عند البني آدمين. طيب الكشاشين ده مش برد بقى، مش شرط يكون برد، يعني يكون هي جالها الانفلونزا او جالها التهابات في زورها او في معدتها، لا، ساعات كتير جدا بيكون الكبد نفسه تعبان. طيب ما هو الكبد بعد الشر، لما بيكون تعبان بعد الشر عند البني ادمين ايه اللي بيحصل؟ الانسان ما بياكلش وبيبقى كاشش، كان هو نفس القصه. فهنا احنا قلنا ان في بعض الحاجات انت بتحطها للطير بتاعتك، بس انت كده شكلك مش بتحطها. الكشاشان ده اللي هو زي ما بنقول عليه ايه، التريحة، اما حد يقول لك ايه ده انا الطير بتاعي مريح، ده انا الطير بتاعي مش عارف كسلان ليه، ما هو كده، هو ده الكسل، هو ده التريح، هو ده، او مثلا عنده احتباس حراري. انا مش عارف اعرف منين هلاقيه. بص ما شاء الله عندي، يعني الحمد لله رب العالمين مش عندهم احتباس حراري، بس لما تحسي بقى الطير عنده احتباس حراري يعني ايه؟ تلاقيه فاتح بقه كده ورافع راسه لفوق وعمال ينهج ينهج ينهج، ديت دليل على ان هو عنده احتباس حراري. طيب ما هي دي برضو بتخلي الطير يريح، تلاقيه قاعد كده مكنون على جنب وعمال ينهج 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 ورافع راسه لفوق ووشه وفاتح بقه كده وعمال زي الايه يعني، ده برضو بيخلي الطير مريح. دي كلها حاجات بتخلي الطيور بتاعتنا مريحة. طب ايه اللي وصلها لكده؟ وصلت لكده لاني انا مش حاطط لها تحصيناتها ولا حاطط لها علاج ولا حاطط لها مضاد حيوي ولا فيتامين ولا اي حاجة خالص. طب ما ده الشيء الطبيعي اللي هيخلي الطيور تريح. يعني انا قلت لكم ان في حاجات بسيطة جدا من المطبخ بتاعك مش هتخليك تشتري حاجة، بس في نفس الوقت هتساعد الطيور بتاعتي وهتقويها. هو ده اللي كنت عايزة اقوله لكم، ان الاخت اللي بتسأل على التريحة، لا ما هو التريح هو اسبابه ايه؟ هي دي اسبابه. فاحنا في جو يا جماعة صعب جدا، ربنا يا رب يعفو عننا جميعا، الجو صعب والجو ده عايز انك انت تهتم بطيورك قوي. اولا لازم تغير المية كتير جدا، المية اقسم بالله بتسخن وهي في مكانها، يعني حتى وانت حاططها في ضلة بتسخن، فبرضو لو هو شرب مية سخنة في الجو السخن ده هيخليه يريح. ليه؟ لانه هو من جوه عنده احتباس حراري، وكمان انا اديله مية سخنة، طب ما لازم هيريح مني. فدي حاجة، يعني دي من ضمن الحاجات. ولو انتوا رجعتوا لفيديوهاتي هتلاقوا فيها العلاج المظبوط للحاجات دي. يعني انا قلت لكم التريح ده سببه حاجات كتير، يعني مثلا الكبد، لو الكبد تعبان هيبقى الطير مريح والشر بره وبعيد، لو الطير رايح ممكن يحصل له حاجه وحشه.
واحنا صرفنا بقى وتعبنا والحكايه مش مستحمله بصراحه ربنا ان احنا ما نحافظش على تشوف. فعايزه اقول لكم، ما تنسونيش الاول بقى باللايكات الكتير، يعني عايزه اقول لكم ان انتوا لازم تهتموا بطيوركم طالما انا فكرت ادخل في المعركه دي، لان اقسم بالله تربيه الطيور اصعب من تربيه العيال، يعني محتاجة رعاية خاصة، لأن الطير أخرس مش هيقول لك أنا تعبان ما عنديش مغص ما عنديش كذا، هو مش فاهم. فأنت أنت العين بتاعة الطير، أنت العين ولسانه، أنت اللي بتتكلم عنه. فأنت لما بتلقي نظرة على الحاجة كده تعرف الحاجة دي كذا. فأنت ما حطيتلهاش فيتامينات فلازم هتريح، ما اديتهاش التحسينات مضادة حيوية فلازم هتريح. طب في الحالة دي هعمل إيه؟ اولا يا جماعه في مشروب حلو قوي، واحنا بصوا لو رجعتوا الفيديوهات بتاعتي هتلاقوا فيها حاجات كتير جدا، منها انك انت تحط لهم الحلبه بالقرفه وبالكركم وتحطها لهم تغليها وحطها لهم، حط لهم عسل اسود. العسل الاسود مفيد جدا، منه انه هيقويهم، ومنه بقى اهم حاجه العسل الاسود ان هو معالج رئيسي للكبد، هو اللي بيعمل عمليه تنشيط للكبد. حطه له بالليل لما خلاص بقى كده اخر النهار، احطه له ادي له مضاد حيوي. اجيب توم، اجيب يا جماعه راس توم، راس توم ما تبخليش على الطيور بتاعتك، راس توم وبصلايه وليمونه، ليمونتين بلاش ليمونه، واضربهم كلهم في رتل ميه. اضرب راس توم وبصلايه وليمونتين في رتل ميه في الخلاط، واسيبهم شويه كده في الخلاط ايه يفرزوا بقى كل اللي فيه، واجي اشربه لهم على عطش. اشرب الطيور بتاعتي على عطش. ليه يا جماعه على عطش؟ دي انسب حاجه، لان دي اللي بتاخد الميكروب وتنزل. اولا انت كده اديت مضاد حيوي، عندك بصل وعندك توم وعندك ليمون قوي جدا، فدي حاجات هتريح للطيور بتاعتي. دي وصفه حلوه قوي. نحط كمان، اللهم صل عليك يا نبي، تحط معلقه الكركم في العلب بتاعك. الكركم مفيد جدا. الجنزبيل، اغلي معلقتين جنزبيل وحطيهم في رتل ميه وشربيهم للطيور بتاعتك. واهم حاجه ما تنسيش تحطي الليمون في اي حاجه انت بتحطيها، الليمون والثوم. يعني جيبي جنزبيل واغلي معاه فصين ثوم وسيبيهم شويه وقومي حطاهم للطيور بتاعتك. بصوا في وصفات كتير انا عملتها في الفيديوهات بتاعتي هتريح لكم الطير باذن الله. اتمنى ان انتوا تتابعوها، اتمنى ان انتوا تحافظوا على طيوركم، اديهم فيتامينات، اديهم خضروات، اديهم اللهم صل عليك يا نبي الحلبه من الحاجات المنشطه جدا ومغذيه جدا وبتقوي الطيور، وفي نفس الوقت الحاجات اللي بقول لكم عليها دي فاتحه للشهيه، يعني هتخلي الطيور بتاعتك تاكل كتير. وفي الحاله دي انا عايز ايه الا ان الطير بتاعي ياكل، وفي نفس الوقت اكون مديله مضاد حيوي وفيتامين كله مع بعضه. اتمنى يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، واتمنى ما تنسوناش باللايكات، اتمنى تتابعوا فيديوهاتي فيها الحاجات اللي هتخليكم ازاي الطير بتاعكم تحافظوا عليه باذن الله. ربنا يبارك في عمركم ويبارك لكم في رزقكم ويوسع رزقكم يا رب ان شاء الله، ويهدي حنا وجميعا يا رب، ويديكوا اهم حاجه راحه البال يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.